السلطنه ايضا قادمين مع المركز الثالث بن دغمال المدهوشي، ولكن تبوك طارت بالفوز، طارت بالناموس الى الوزبه، الى ابناء الوزبه، مع ابناء الوزبه، ولكن الاعصار الغربي يتحرك مع مزنه، عادت مزنه، عادت مزنة، ياهو شوط، شوط رئيسي، مهرجان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يحظى بهذه المنافسة الحامية حتى خط النهاية. تبوك مزنة، مزنة تبوك، اللحظات الحاسمة إلى الوزبة أو إلى الغربية، إلى الوزبة، الوزبة طارت، إلى الوزبة طارت تبوك، سلام يا الوزبة، سلام، سلام يا الوزبة، سلام، تهانينا، تهانينا، الله يا تبوك، تختطف الناموس وتختطف المركز الأول، تهانينا لسالم بن جابر بن عبيد بن هياي المنصوري، المركز الثاني. بن بلوش مع إرسال، الإرسال فل مع هذا القعود، هل الغربية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن المقدمة مع حطاب صاحب التاريخ المشرف، هذا الشوط سجل مع حطاب. السلالة الشاهنية مع إرسال، إرسال 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 يا الجمري، إرسال، الناموس، والسلام إلى الغربية، إلى الغربية، محمد بن ساري بن بلوش بن براك المزروعي ينتزع ويحقق ناموس الشوط الأول الرئيسي مع إرسال. تهانينا والناموس لهذه الغربية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على فوز إرسال، تهنئة لمالك إرسال محمد بن ساري بن بلوش المزروعي، تهانينا والناموس. المركز متابعينا الكرام في هذا الأداء الكبير والتحدي المثير، هنا مشاهدينا متابعينا الكرام هذه النتيجة، بينما الوصول هنا غادة سالم بن علي بن حمد بن إيداه المنصوري، وصل المنصوري بشعار بن حمداش وصل، ولكن هناك بن جروح على الصدارة، الشمري على المركز الأول أيضا، وصل الشعار الخزناوي، وصل الشعار الخزناوي، غادة يا غادة، الثلاثمائة متر الأخيرة، هذه يا غادة لسالم بن علي بن حمد بن إيداه المنصوري بقيادة أيضا سالم بن حمد الشيخودها إلى خط النهاية. مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، سلام إلى دولة الإمارات، سلام إلى دولة الإمارات على هذا الفوز والانتصار هنا مع خط النهاية. غادة 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 سالم بن علي بن حمد بن إيداه المنصوري، تهانينا وناموس. المركز الثاني التوضيحية فهد بن عبد الله بن جروح الشمري، والمركز الثاني الصدارة منذ البداية مع انطلاقة الراقي محمد بن علي بن محمد آل صافية المري، ولكن سلهوت قادم مع ثاني المراكز يا مشاهدين الكرام، ثنائية هنا سلهوت والراقي، الراقي وسلهوت، الله الله الله، غير سلهوت محمد بن علي بن محمد، العذب المري يغادر أيضا بهذا الانتصار، يغادر بهذا الناموس هنا مع انطلاقة أيضا سلهود بناموس شحاني صباحي مميز هنا مع سلحود، سلهود الله الله الله، محمد بن علي بن محمد العذب المري يظفر بناموس هذا الشوط، مشكور على هذا الأداء والانطلاق الممتاز هنا مع سلهود، لحظات الوصول والانتصار، تهانينا لمحمد بن علي بن محمد العذب المري على هذا الفوز والانتصار، وثانيا وصل الراقي لمحمد بن علي بن محمد الصافية المري، بينما ثالث المراكز المرتبة
الكيلومتر الأولى، ولكن بدت المعركة من أجل الإنجاز، بدت المعركة من أجل الناموس ومن أجل الانتصار. الشاهينية سالم بن خليفة بن ضبيط الشامسي مع المركز الثاني منافسة شيقة على صدارة الشوط، ولكن راهية مع البداية بن خيرات العامري ينتزع ناموس هذا الشوط، ما زال مع القيادة والريادة. راهية مع البداية لسالم بن سهيل بن خيرات العامري، هو الأقرب لتحقيق الإنجاز، هو الأقرب للناموس. الشاهنية على المركز الثاني سالم بن خليفة بن ضبيط الشامسي، ولكن عماري العامري بن خيرات ينتزع الناموس ويحقق الإنجاز. مصانع الجمود، مصانع الجنوب، أسعد الله صباحكم بكل خير وبكل بركة بهذا الانتزاع وبهذا الناموس وبهذه التحديات. راهية تحقق الإنجاز، تهانينا لسالم بن سهيل بن خيرات العامري، تهانينا والمبروك. المركز الثاني الشاهنية لسالم بن خليفة بن ضبيب الشامسي، المركز الثالث. راشد بن محسن الفحيح المري، المركز الرابع نفجر علي بن حمد الكتبي، لكن اعود الى الصدارة، اعود الى المقدمة، مناور على الصدارة، مناور مع القيادة، مسيطرة على مجريات المركز الاول، لكن وصل السريع مع شاهي ليقدم لنا هذه الانطلاقة السريعة، ليقدم لنا شعار الشطرنجي مع منافسة ثنائية. السيارة بالانتظار، سلام أبناء المملكة، أبناء الشحانية في منافسة ثنائية مع انطلاقة مناور شاهين ومناور. السيارة بالانتظار، الناموس لمن من الأسماء، شاهين، مناور، بن صافية، بن عذبة. يا سلام، السريع سواها في هذا الشوط وأهدى أبناء الأحمدية هذا الناموس الغالي. التاني والتبريكات لسعد بن محمد الصافية المري المركز الثاني. بن سلطان الوهيبي، ولكن الله، يا سلام يا مهمة. سالم بن عبد الله بن حمد بن لويع العامري المركز الثالث، نتابع هناك. الله يا منصورة، سعيد بن عبيد بن خليفة اللي على المركز الثاني، ولكن المركز الرابع هناك اللي هي ايضا نراها سالم بن خديمة العذبة، ولكن الله يا المقدمة والصدارة. نتابع المقدمة، نتابع هناك اللي هي منصورة سعيد بن عبيد بن خليفة الاكتبي على المركز الاول، ولكن نرى الدخول الجديد. الله يا طيف، هادي بن خليفة بن طارش المنصوري على المركز الثاني، ولكن الله يا سلام يا منصورة. منصورة والنصر مع منصورة. تهانينا لسعيد بن عبيد بن خليفة بن راشد الاكتبي المركز الثاني. شايم ابراهيم بن سالم بن علي الدرعي، السيارة في الانتظار ولكن قادم منطلق هنا، مكلف محمد بن مطر بن عبد الله بن مصبح الشامسي. 400 متر، السيارة في الانتظار، وهنا شايم ابراهيم بن سالم بن علي الدرعي، ولكن غير هناك الواصل محمد بن حميد، وقادم ايضا مكلف محمد بن مطر بن عبد الله بن مصبح الشامسي. واسعد الله صباحك يا الشامسي يا راعي، مكلف محمد بن مطر بن عبد الله بن مصبح الشامسي. ما شاء الله، يا سلام سلام مكلف سلام. تهانينا والناموس لمحمد بن مطر بن عبد الله بن مصبح الشامسي على فوز مكلف ثاني المراكز. الواصل محمد بن حميد بن حمد بن سعيد الدرعي، وفي ثالث المراكز. يقدم روز ولكن ايضا وصلت شوهين راشد بن علي بن محمد الف هيدا المري. الله الله، ولكن
بين الحذر محمد بن مبارك بن محمد. الله يا الحذر، روح يا مالك الحذر. السيارة السيارة السيارة، ولكن الله 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 الله، وصلت الهود وصلت الهود. شوين بن سعيد بن شوين بن سعيد الكتبي، الله يا شوين، راح راح بالفوز والسيارة مالك سلهود. سلام يا الهباب سلام يا الهباب. المركز الثاني وصلت الحذر. المري بالمركز الرابع والمركز الخامس. اشوف هناك ايضا كفو سرحان بن حميد وسلطان الجحافي 500 متر. مشاهدينا الكرام 500 متر، ولكن غير غير يا الله، متعب متعب. مشاهدينا الكرام يغير الى المقدمه بدون صوت بدون ضرب، يعدي. شفت القعود الفردي عليه واسم الدار بدون صوت يعدي. يا سلام الشعار الخزناوي، شعار الخزناوي، شعار الخزناوي الى الامام، شعار الخزناوي الى الامام. يتقدم احمد بن محمد بن علي بن حمد المنصوري ليقدم لنا هذا الشعار بقياده مبارك بن سعيد. مبارك بن سعيد الخيالي هو من يقوده، هو من ياخذ الانتصار. سلام يا الخزناوي والختم. نهني احمد بن محمد بن علي بن محمد المنصوري المركز الثاني، الغالي علي عايد بن مطلق بن رشيد العطوي المركز. المتر الاخير، هذه صوغه هذه صوغه هذه صوغه. فهيد بن محمد بن فهيد المري، الله 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 الله. المعركه المعركه مستمره في هذا الشوط في هذه الانطلاقه. هذه هذه هملوله 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 هملوله، او الشاهيني لعلي بن ناصر بن صالح الفضاله. هذا الشعار يبدو ان شحاني، يبدو ان شحاني من ميدان التحدي 700 متر نهائيه، ويسجل ويسجل الفضاله في هذا الشوط. السياره مع الشاهينيه، السياره مع الشاهينيه تحلق في سماء ميدان الشحانيه. سلام لاهالي الشحانيه، سلام. علي بن ناصر بن صالح الفضاله يسجل اسمه ضمن اسماء الفائزين في مهرجان سيف امير البلاد، وينتزع السياره والزعفران والتكريم والفوز والانتصار. سلام يا الشاهينيه، سلام. تحيه واحترام لشعار الفضاله على هذا الفوز والانجاز. المركز الثاني اللي وصلت صوغه لفهيد بن محمد المري، المركز الثالث. اللي غير وصل جرمل مع انطلاقة خالد بن حميد بن حارب المهيرية، المهيرية بن حارب، حاربهم روح روح بالسيارة بالانتصار. حتى هذه اللحظات مع انطلاقة المقدمة وانطلاقة شعارة على البداية الأولى، مع انطلاقة جرمل على الصدارة من خلال الاسم المدون. سلام بن حارب، سلام. تحية واحترام لخالد بن حميد بن حارب المهيري، وسق الله دارك يا بن حارب على هذا الانتصار. سلام يا راعي دريب، سلام. تحيه واحترام على فوز جرمل وانتزاع على السياره لخالد بن حميد بن حارب المهيري، المركز الثاني. الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق المميز الجميل. يا سلام، الله الله الله، على الصدارة على المقدمة. المركز الثاني، المركز الثاني الشاهينية، فهد بن عبد الله بن منصور. هنا الدوسري من يأتينا على المركز الثاني. يا سلام، الشاهينية تنطلق على
الصدارة على المقدمة على المركز الأول. الشاهينية الشاهينية الفهد بن عبد الله بن منصور الدوسري على الصدارة على المقدمة على المركز الأول، تسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة في هذا الانطلاق المميز الجميل. سلام لأهالي المملكة على هذا الأداء المميز، والسلام لأهالي وادي الدواسر على هذا الانطلاق المميز الجميل. تهانينا تهانينا لفهد بن عبد الله بن منصور الدوسري المرقدي، ثاني نجود حمد بن حجام سالم بن عايض العذب المري المركز. القادمة والمتدخلة هناك حفلنا الكريم خليفة بن نصيب خليفة الخيلي يقدم لنا سبحة، ولكن الشوط على ما يبدو وفق القراءات المبدئية بأنه مع غصابة، مع غصابة راحت بالأربعمائة متر الأخيرة. صاحب السيارة في رصيدها في مهرجان الوالد بدأت تغترب الآن وبدأت تعيد الإنجاز، تقلب وترسم أيضا لنا الأمتار الأخيرة. الله الله غصاب غصاب غصاب. إذن على المركز الأول سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت راح بالمركز الأول، روح بالسلامات روح مع الأمتار الأخيرة بهذا المهرجان، يسجل المجد يسجل السودد. سلام غصاب سلام، هذه لحظات الوصول مع غصاب من احتلت المركز الأول وانتزعت السيارة. ثاني المراكز كانت هناك لا زالت صامدة أيضا القادمة القادمة. يا بوي الله 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 الله، غبة غبة غبة. الله يا علي يا بن حمد بن راشد المري راح مع غبة راح مع غبة، وصلت أيضا وانطلقت وصلت الدرعية أيضا. حمود بن عبد الله بن سالم المحاربي الزهرة الزهرة سلام. الله المركز الأول القادمة وصلتنا، وصلت على ذن التحديات الفارد عبد الله بن مسور المري، ولكن سلام سلام قبة سلام علي بن حمد بن راشد المري. لحظة الوصول والانتصار من غبة معلنة الفوز والانتصار. تهانينا والناموس. المركز الثاني الفارد عبد الله بن مسبر بن علي بن سفران المري المركز الثالث.